واصلت القوات الروسية توجيه ضربات بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى على مرافق القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة ومستودعات الذخيرة والأسلحة الأجنبية في أوكرانيا، ودمرت جميع الأهداف المحددة. على محور كوبيانسك سيطرت قواتنا على بلدة جرابيوفكا في مقاطعة خاركف، وأحبطت محاولة لقوات كييف للهجوم قرب بلدة كيسلوفكا، وأرجعت العدو إلى خطوطه الأصلية، وتجاوزت الخسائر البشرية للعدو 60 قتيلا. وعلى محور كراسني ليمان تم إحباط محاولات العدو عبور نهر جيريبيتس في جمهوريتي دانييتسك ولوغانسك، وتم القضاء على 46 عسكريا أوكرانيا. وعلى محور نيكولايف كريفوي روغ صدت قواتنا محاولات قوات كييف اختراق دفاعاتنا في مقاطعة كيرسون، وأرجعت العدو إلى خطوطه الأصلية، وتم تصفية أكثر من 90 عسكريا أوكرانيا.